فابتدي أيامها الدنيا نسيني، فابتدي وأعيدي وأعيدي، فاذكري في فرحتي كل شهيدي، وامنحيه حرا من ضر عيدي. فابتدي أيامها الدنيا نسيني، فابتدي أيامها الدنيا نسيني، وحدتي وحدتي يا نشيدا رائعا ينداء نفسي. أنت عهد عالق في كل ذمة، رايتي رايتي يا نسيجا حكته من كل شمس. أخرجي خفيقة في كل قمة، أمتي أمتي امنحيني البأس يا مصدر بأسي، واغفريني لك يا أكرم أمة. عشت إيماني وحبي أممية، ومسيري فوق دربي عربية، وسيبقى نبض قلبي يا منية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم جميعا إلى حفلنا المتواضع للموسم الثاني على التوالي، والذي تقيمه منظمة المرأة بالمجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى، وبدعم سخي من السلطان محمد عبد الله آل عفرار، بعنوان المرأة المهرية بين أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وتحت شعار مهرية الهيبة، والذي يواكب اليوم العالمي للمرأة، تكريما وتعظيما وإجلالا بمكانة المرأة وفضلها وأهميتها في بناء الأجيال ودورها الفعال في تطور المجتمعات ونهضة الأمم. نرحب بالأستاذ تمام سعد كداء الأمين العام المساعد. الأستاذ مبارك حافظ رعفيت الأمين العام المساعد. سالم عبد الله بالحاف رئيس الدائرة الثقافية. سعد علي القميري رئيس الدائرة التنظيمية. طلال شنقل بالحاف رئيس دائرة الشباب. محمد سعيد بالحاف عضو الأمانة العامة. مسلم علي رعفيت عضو الأمانة العامة. الأستاذة نادية مخبال رئيس الدائرة المرأة. الأستاذة نوير حافظ رعفيت عضو الأمانة العامة. الأستاذة نور محمد قمصيت عضو الأمانة العامة. الدكتورة الروسية محبة الله أخصائية نساء الولادة. الدكتورة زيب النساء أخصائية نساء الولادة. نرحب بالحاضرون جميعا كلا باسمه وصفته. أهلا ومرحبا بكم، حللتم أهلا ونزلتم سهلا. ربما يتبادر إلى أذهان البعض لماذا يحتفل بالمرأة، وهل تستحق أن يكون لها يوم عالمي يحتفل به العالم أجمع؟ نقول المرأة نصف المجتمع وأساسه، وهي السبب في وجود النصف الآخر، هي التي تربي وتعالج النصف الآخر كذلك، هي الزوجة والأم والأخت والابنة، هي الطبيبة والمعلمة والمهندسة، هي المجتمع كله إذا صح التعبير. المرأة هي تلك الزهرة التي تشدو بالرائحة القوية، هي تلك الأصوات العذبة التي تحول الحياة من حولنا إلى حديقة يملأها العبير، هي التي تعمل بكل إخلاص ووفاء ليرتقي المجتمع ويزدهر بالحضارة والأصالة. هناك الكثير من الكلمات التي مهما قيلت لا تعبر ولا تكافئ مجهودات المرأة العظيمة، لذلك نجد أن الكثير قالوا عن المرأة أروع الكلمات وأبدعها، فالمرأة هي القوة والجمال اللذان يسيران معا لتحقيق الأهداف النبيلة، والتي تستحق أن يتم تحقيقها لبناء المجتمعات بالشكل الصحيح. يا امرأة، أنت التي تجعلين الدار مزهرة، وأنت من تمنحين الوردة ألوانا، سلاما لقلوب نساء الأرض،
نبقى الآن مع كلمة المجلس ومع الأستاذ مبارك رعفيت الأمين العام المساعد في المجلس العام، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الأستاذ تمام سعد كدة الأمين العام المساعد للمجلس العام، الأخوة أعضاء الأمانة العامة كلهم باسمه وصفته، الأخوات في دائرة المرأة في المجلس العام، السيدات الحاضرات جميعا، الحفل الكريم، أسعد الله مساكم بكل خير. أصالة عن نفسي ونيابة عن السلطان محمد بن عبد الله العفرار رئيس المجلس العام وعن كافة أعضاء الأمانة العامة، يسعدنا أن نشارككم هذا الحفل والذي يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، إذ تعتبر مناسبة عظيمة يحتفل بها في كل أصقاع العالم احتراماً وتقديراً للمرأة ودورها الهام في الحياة لما تمثله من مكانة عظيمة في بناء المجتمع وأعطاء الصبغة الطبيعية للحياة، ونرى ذلك جلياً فيما أعطى الإسلام للمرأة من الحقوق والواجبات وما يضمن لها العيش الكريم للمشاركة في الحياة وفق الضوابط والشرائع الإسلامية، كما كفل الدستور اليمني للمرأة الحرية للمشاركة في كافة أقطاب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، فلا يقل دورها أهمية عن الرجال في كافة مجالات الحياة العامة، فهي كما قيل نصف المجتمع. ومما لا شك فيه أن المرأة في مجتمعنا المهري تمثل وتلعب دوراً محورياً هام في بناء المجتمع المهري الأصيل، فهي مشاركة في كل جوانب الحياة العامة لما يقع على عاتقها من مسؤوليات وواجبات اتجاه هذا المجتمع. وأخيراً وقبل أن أغادر مكاني هذا، أحب أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة لصانعات الرجال وبانيات الأجيال، هنياً لكم هذه المناسبة وكل عام وأنتن بخير. وختاماً الشكر موصول لراعي الحفل السلطان محمد بن عبد الله العفرار رئيس المجلس العام، وللأخوات في دائرة المرأة والأخوات القائمات على تنفيذ أنشطة المجلس في قيادة منظمة المرأة، مع تمنياتنا للجميع بقضاء أجمل الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما قلنا سابقاً وما هو متعارف عليه إن للمرأة المهرية تراث عريق متداولاً منذ قديم الزمان، ولا زالت النساء في المهرة متمسكات بالكثير من العادات والتقاليد التي تميزهن عن غيرهن من نساء المحافظات الأخرى، ومن تلك العادات الرقصة المهرية البدينة التي لا زالت تتوارثها النساء المهريات على مر الأزمنة، والتي تعتبر الرقصة الرئيسية في الأعراس والمناسبات، وتفتخرن بها كونها الأكثر شهرة في محافظة المهرة. نبقى الآن مع رقصة البدينة على أغنية مهرية الهيبة من كلمات الشاعر سالم محمد بالحاف أبو جابر، تؤديها زهرات من بنات المهرة. هذه الأغنية من كلمة الشاعر سالم بالحاف أبو جابر، لحن وعزف عود الفنان عبد الله حبريش، غنى الفنان حسين الدكم. يا بنت مهرتنا عزك ويا امجادك، شامخ وتاريخك تفخر به بلادك، أصلك عريب الساس وصيتك يشارك اسمك على الأرض.
تشهد ميادينك والدرع والنيشان. طلي على البيدان يا زينة الطلة، مهرية الهيبة والفخر والتيجان. الشعر والجيفان يا بنت مهرية نورك عليها نبان. أنت وصوفك غير وزن فيك زان، في حضرة الجمهور كم تذهل الأعيان. طلي على البيدان يا زينة الطلة، مهرية الهيبة والفخر والتيجان. أهلك مقام الطيب والعز وكرامي، أنت قيادي في مجلس العامي، والفد بن عفرير يا فخر أبو سلطان. طلي على البيدان يا زينة الطلة، مهرية الهيبة والفخر والتيجان. شموخ أوطاني لشدور في المجلس وبكل ميداني، يا حلم وشموسة تشرق لعياني. تستحق المرأة وبكل جدارة أن يكون لها يوم خاص بها من كل عام تحتفل به العالم تقديراً لجهودها ومكانتها في مجتمعها، فنقول لها يوم نسائي عالمي سعيد. ونقول للمرأة المهرية أيضاً كل عام وأنت تستمرين في تطور مجتمعك المهري، كل عام وأنت في فخر واعتزاز، كل عام وأنت تمزجين بين أصالة ماضيك العريق وحداثة حاضرك الذي صنعتيه بنفسك، كل عام وأنت توصلين صوتك للعالم أجمع، فأنت الحاضر والمستقبل المشرق بإذن الله. نبقى الآن مع كلمة المرأة في المجلس العام ومع الأستاذة نادية مخبال، فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بالأخوان الأمناء العمون في الأمانة العامة وأعضاء الأمانة العامة والأخوات الحاضرات جميعا، كل باسمه وصفته. في البداية يسعدني أن أقف على هذا المنبر وشارك فعالية منظمة المرأة التابعة لمجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرة، التي أتت بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة وبالدعم السخي من السلطان محمد بن عبد الله آل عفرار. ويحتفل العالم كل عام في 8 مارس بيوم العالمي للمرأة، والذي يأتي تكريما لجهودها وتأكيد على عظمة دورها في مختلف مجالات الحياة، وأن ما قدمته المرأة على مدى العصور يبرهن على دورها الفعال في جميع المجالات، والأمثلة عديدة لا يتسع الوقت لذكرها. المرأة نصف المجتمع، فهي مربية الأجيال وهي البذرة الأولى للتربية والتعليم، لا يمكن الاستغناء عنها. فيأتي اليوم العالمي للمرأة هذا العام، والنساء المهرة والمحافظات الأخرى يكافحن إلى جانب الرجال في مواجهة التحديات التي أفرزتها الأوضاع المعيشية الصعبة، حرب جرى المستمر منذ 7 سنوات،
لقد باتت المرأة المهرية تواجه صعوبات كثيراً بسبب الظروف التي تعيشها البلاد، والتي ألقت بظلها على كافة مناحي الحياة. لعلنا في المهرة مشاركة المرأة وحضورها سواء في المؤسسات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني، الأمر الذي يشكل دافعاً للمرأة على الإنتاج والأبداع أكثر لخدمة محافظتها. ورغم ذلك، ألا إن المرأة بحاجة اليوم إلى الاهتمام والتدريب لكسب المهارات الحديثة لتشق طريقها في مساعدة شقائقها الرجال والمجتمع في تحقيق الاستقرار، التنمية والتربية الأجيال. تحية للمرأة في كل دول العالم، وتحية خاصة للمرأة المهرية واليمنية عاما. شكرا. والآن مع القصيدة الشعرية يلقيها الشاعر عامر القميري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بالحاضرين والحاضرات جميعا، وأسمحوا لي أن ألقي على مسامعكم هذه الأبيات المتواضعة في هذه المناسبة الكبيرة، اليوم العالمي للمرأة. يقول: أجتمع في مخيلتي أصحاب الجمل، أسبل المفردات وابل شعر غزير، يومك العالمي والحفل هذا يدل أن لك عندنا موقع عظيم وقدير. يومك العالمي والحفل هذا يدل أن لك عندنا موقع عظيم وقدير. أنت يا الأم نبع العطف روح الأمل، يا الحافل مشاعر لو قسى زمهرير. مدرسة جيل ما يعرف مسار الفشل، مجتهد بالعزيمة للمعالي يسير. وأنت يا الأخت لي من أجلها نحتمل كل شدة ولا تحيا بواقع مرير. وانت يا الابنة البارة ومضرب مثل للوقار وبطبعك كل حشمة وخير. وانت يا الابنة البارة ومضرب مثل للوقار وبطبعك كل حشمة وخير. وانت يا الزوجة اللي ما تكل وتمل، صالحة أنسه ورحمة لقلب العشير. فهمي لي بتفكيره وعقله خلل، واذهلي من يشوفك بالنجاح المثير. دامه الدين من عدله حقوقك كفل، خلي الطرف الأحور في نعيمه قرير. قد سبق مدعي ومنظمات ودول لي عن الحق وأهدافه نظرها قصير. ألبسي من مبادئ الدين تاج وحلل، وثوب زاهي وأغلى من ثياب الحرير. ما هو بيوم واحد بس با نحتفل، ما هو بيوم واحد بس با نحتفل. أنت يا الدهر كله لك مقام كبير، ما ينزله غير اللي غفل أو جهل بالحقايق ولا يملك بصدره ضمير. ما ينزله غير اللي غفل أو جهل بالحقايق ولا يملك بصدره ضمير. وسلمت. نرحب بكم حضورنا الكريم مرة أخرى، وكما وعدناكم بأنه سيتخلل حفلنا جانبا من الحماس والتشويق والفوز بجوائز قيمة وجوائز كبرى، بدعم سخي جدا من راعي حفلنا السلطان محمد بن عبد الله آل عفرار رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى، الذي يتواصل عطاؤه المستمر كما عهدناه دائما. نبقى الآن مع فقرة الحماس والتحدي، وهي فقرة الأسئلة والجوائز، وأيضا فقرة سحوبات على جوائز قيمة من مستلزمات العناية بالمرأة. الرقم 325 325 325. يلا تعالي. خلي الحرمة الكبيرة تقوم، تعالي عشان الاسم الكريم. اسمك؟ فاطمة. فاطمة من؟ البرك. طيب فاطمة البرك، فزتي معانا بالسحب من غير سؤال. تستاهل الجائزة. نسحب رقم
138 138 138 138 الجوائز لدينا قيمة جدا، تلفزيون بلازما، فرن كهربائي لمس، مكواة بخارية، خلاط كيك مع آلة التزيين. اختاري من 1 إلى 4. كم عدد ألوان الطيف التي يتكون منها قوس قزح؟ سبعة. الاسم أول شيء؟ شروق عادل. شروق عادل، الإجابة صحيحة، فزتي معنا بخلاط كيك مع آلة التزيين. بقية الفقرات. يعتبر الزي التقليدي لنساء محافظة المهرة من أجمل وأكثر الأزياء اليمنية التقليدية تميزاً وشهرة، حيث تعكس الطابع التراثي والعادات والأعراف التقليدية للمرأة المهرية بتصميمها الفريد الذي صمم منذ قديم الزمان بما يتناسب مع العرف والدين، ولا زالت محافظة عليه إلى يومنا هذا، ويعكس أيضا جمال وأصالة اللبس المهري الذي يدل على حضارة مهرية متوارثة تجدد تطورها بما يواكب الحاضر الحديث. تمتلك محافظة المهرة مكنوز تراثي أصيل ومتنوع يظهر جليا في تمسك أبنائها بلبسهم التقليدي الذي يحافظون عليه عبر مرور الزمان وينفردون به عن غيرهم من المجتمعات اليمنية الأخرى. ويعتبر لبس المرأة المهرية من تلك المكنوزات العظيمة التي استطاعت أن تحافظ عليها وتمزج بينها وبين حاضرها بما يتلائم مع احتياجات هذا الزمن. وأيضا استطاعت المرأة المهرية أن تكون لها شخصية مستقلة قوية بين أسرتها ومجتمعها، مختلفة عن غيرها من نساء المجتمعات الأخرى. لهذا لا يسعنا إلا الوقوف تبجيلاً واحتراماً لتراثنا الأصيل في وقفة لعرض الموروث المهري المستلهم من البيئات المختلفة لمديريات محافظة المهرة، ونبقى مع فقرة أزياء تراثية من محافظتنا الحبيبة. أنا بنت المهرة، لبسي ولي شهرة، فوطه وبركالية أبدي بها الفخرة، والراس لي زهوبة سويت له عصوبة، أخضب يدي وأحني والعب بدينه وأغني. أنا المهرية، أنا الأصل والفخر والهيبة، شامخة بالعز والطيبة. أنا المهرية، بركالية لبسوني وفوق راسي جبين وبالفوطة غطوني، والمخاطيط حنولي والبدينة لعبوني، فخر الزمن والهيبة أنا في الأصل مهرية.
الأسئلة والجوائز. الرقم 268. 268. الاسم؟ أقمار رشدي. أقمار رشدي، فزتي معانا بالسحب بدون سؤال. علبة مستحضرات تجميل. مية وثلاثين. مية وثلاثين. الاسم؟ محمد سامي. من؟ محمد سامي. محمد سامي. محمد سامي. طيب حمد، معي لك سؤال، إذا جاوبت عليه تحصل جائزة. اختار من واحد إلى أربعة. أربعة لا، من واحد إلى ثلاثة. نعطيه جائزة بدون سؤال؟ نعطيه جائزة؟ خلاص نعطيه جائزة. دي جائزة لأمك. طيب الرقم 21. الرقم 21. 21. الاسم الكريم؟ أم تعب. أم تعب. اختاري من واحد إلى ثلاثة. اثنين. ماذا يطلق على الذهب والمجوهرات المهرية قديما؟ هذا السؤال الجائزة عليه فرن كهربائي لمس. صيغة. صيغة. إجابة صحيحة، تستاهلي، مبروك. نزلوا لها الفرن. والآن مع فقرة الطبل النسائي ومع زهراء. تقلي وزينك الملهم وأرضك وردها المفعم بك أنت وخطوتك مغرم ومبسم حالي البسمة منى تاج الحلا تاجك وقمة زينك القمة. مقامك صيتنا مسمع واسمك عمري المرقع وتاجك بالذهب ينصع مرصع والفخر اسمك. يا تاج الحلا تاجك وقمة زينك القمة.
مقامك صيتنا مسمع واسمك عمري المرقع وتاجك بالذهب ينصع مرصع والفخر اسمه منى تاج الحلا تاجك وقمة مية واثنين وعشرين. اختاري من واحد أو ثلاثة. كم؟ ثلاثة. أول شيء اسمك؟ الغالية حسن. الغالية. طيب ثلاثة، ما هي الدولة التي شاهدت التلفزيون لأول مرة؟ طبعا الجائزة مكواة بخارية. لازم تجاوبي، لازم. طيب ايش السؤال مره ثانيه؟ ما هي الدوله التي شاهدت التلفزيون لاول مره؟ وات خيارات؟ اوروبا، مصر، امريكا. مصر. مصر. اجابه نهائيه؟ متاكده؟ ايوه. متأكدة؟ متأكدة. الإجابة خاطئة للأسف. الرقم عشرين. الرقم عشرين. الرقم عشرين. الرقم عشرين. آخر نداء. مية وستة وستين. مية وستة وستين. ستة وستين. الاسم؟ وفاء سعيد. وفاء سعيد، فزتي معانا بدون سؤال. بوكس العناية بالبشرة. الرقم سبعة. الرقم سبعة. الرقم سبعة. الاسم؟ منار جمعاء. من؟ منار جمعاء. منال. منار جمعان. منار، معاش السؤال الأول، آخر سؤال، ماذا يسمى ثوب العروس المهرية قديما؟ الجائزة تلفزيون، شاشة، الشاشة، الشاشة. بركيلية. الإجابة صحيحة. مئتين وأربعة وخمسين. آخر جائزة، آخر رقم، آخر سحب.
254. الاسم؟ زهور عبد الولي. زهور عبد الولي، فزتي معانا بوكس العناية بالبشرة من دون سؤال. مبروك، تستاهل. شكرا لكل امرأة قوية تتحمل مصاعب الحياة. كونك امرأة قوية فأنت مميزة جدا، فثباتك العظيم يصنع منك امرأة لا تهزم، تتجنب الأخطاء وتعمل على تصحيح مسيرتها. لا تنتظر الود، هي من تصنعه. لا تبحث عن الحب، هي سيدته. رسالة لك أيتها المرأة في يومك العالمي، كل عام وأنت ملهمة وقوية وحنونة، كل عام وأنت أساس المجتمع. نختم حفلنا بتكريم كوكبة من نساء المجتمع المهري اللاتي عملن بكل جد وإخلاص في مجال عملهن الذي خدمن فيه المجتمع بدون مقابل يذكر. تفانين في عملهن دون تعب ولا كلل. إنهن طبيبات الطب الشعبي البديل الذي مهما نطقت ألسنتنا بالشكر لهن لن نوفيهن حقهن في ذلك. أسعدكن المولى وجعل خدمتكن في ميزان حسناتكن.